أنا أحمد خالد الدفين كحلة، عمري 21 سنة، من عتيل قضاء مدينة تولكرم، متطوع في تدريبات أشبال عتيل الرياضي، بدرس في جامعة القدس المفتوحة تخصص محاسبة. بداياتي الرياضية كانت من عمري وأنا 8 سنين، وأنا عندي شغف وحب للرياضة من أنا وأنا صغير. بلشت في أشبال عتيل الرياضي للصغار، فأنا من مسؤوليتي الاجتماعية لازم أكون أكمل معهم ما أوقفهم كمساعد مدرب، وكملت معهم ومدة لا تقل عن 5-6 سنوات. طبعا هذول اكثر فئه هم عندهم اوقات فراغ ما بيعرفوا وين يقضوها، اشياء ما غير مفيده، فاكثر شيء مناسب انهم يقضوها في التدريبات كره القدم الرياضه احسن من يقضوها في اشياء مش منيحه او غير مفيده. اسمي حسين علي حسين احمد، بلعب فوتبول من عمر 10 سنين، عمري هسه 14 سنة. زادت الفوتبول من قوه شخصيتي، صارت عندي قوه شخصيه نمت شخصيتي، وكان وقت فراغي كلياته أنا مي في لعب كرة القدم، وزادت موهبتي وكل حلمي كان يعني إني ألعب كرة قدم. بحب أنقل تجربتي وتجربتي للتدريب من فريق الأشبال اللي هم الشباب إلى الفتيات، بما إنه هم ما عند كمان عندهم هم كمان أوقات فراغ ما بيعرفوا وين يشغلوها أو يقضوها، يشغلوها في الفوتبول أو التدريبات زي ما حكيت إنه في النادي، واحنا مكملين عن هذا الاشي. بتمنى انه يصير غير هيك اشي وحدا يرعى هذول الشباب الاشبال او الشباب. Yeah.